المسألة الأولى التي نستقبل بها رمضان، أول شيء استغفر الله، أول شيء قضية الدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل تيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام، تيشد ليه في يده، تيقول لي يا معاذ والله إني لا أحبك. تخيل معايا القلب ديال سيدنا معاذ كيفاش تيتحل في هذه اللحظة هذه، وخذ معايا أي حاجة غيقولها لي النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيستقبلها. يضمها داخل قلبه كما تضم أم ولدها الذي غاب عنها سنوات. وكذا تحل القلب سيدنا معاذ، هكذا أراه والعلم عند الله. يا معاذ، هذا راه النبي عليه الصلاة والسلام تيقولها لي، وهل يحتاج الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلف؟ ولمن؟ لصحابي. لكن صلى الله عليك يا معلم الناس الخير، قال لي يا معاذ والله إني لا أحبك. وسيدنا معاذ كيتسنى، قال لي فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو يتقال دبر كل صلاة، لكن لا يمنع من أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء. وقال لي غير ما تفرطش فيه دبر الصلوات، لأن بعد الصلاة كيكون الإنسان تاب إلى الله واستغفر الله ودعا الله، فكيكون خوى وحيد عليه مجموعة من الذنوب، فكيكون الدعاء دياله أقرب للاستجابة، فتيسبق هذا الدعاء هذا اللي جامع الخيرات، حيث هو إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا كان هذا عقب كل صلاة الإنسان يواظب عليه، هو سيدي خصك تواظب عليه صباح مساء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تندوز عام سيدي المسألة التي ذكرت، قضية الدعاء. الإنسان يدعو اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وماشي غير اللهم بلغنا رمضان، رمضان كيوصل على المسلم وتوصل للكافر. يا الله قلنا أن الوقت هو الوقت، رمضان يصل البر ويصل الفاجر، رمضان توصل على البار ويوصل على العاق، رمضان توصل على الطائع وتوصل على العاصي، رمضان توصل على أهل الأرض جميعا، ما كيتسنى حتى واحد، حيت الزمن غادي ما كيتسناش الناس. فهمنا؟ إذا شنو كاين؟ أننا نسأل الله أن يبلغنا رمضان، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل فيه بما يرضيه عنا، ونسأل الله أن يتقبله منا. إذا نطلب الله يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونطلب الله يوفقنا للعمل الصالح فيه، اللهم وفقنا فيه للعمل الصالح، ونطلب الله يتقبل منا، اللهم تقبله منا على الوجه الذي يرضيك عنا. كان بعض الصالحين يقول اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان إلينا، وتسلمه منا متقبلا. الإنسان يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يدعو، أن يدعو. علاش؟ احنا غادي نذكرها إن شاء الله تعالى. ثم يجتهد الإنسان أيضا في استقبال رمضان باش بالتوبة النصوح. علاش التوبة النصوح؟ بعجالة. الله عز وجل لما أنزل آدم وحواء، هذه الأسرة الطيبة المباركة، لما أنزلهما إلى الأرض وغادي يستقبلوا موسم الأعمال، ثم غيبدأ العمل، لأن الإنسان صافي دخل باب الابتلاء، دخل باب الابتلاء في الدنيا، وإلا آدم راه دخل باب الابتلاء هو في الجنة. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. الابتلاء كان عنده الابتلاء في الجنة. المهم لا يتسع المقام للتوسع في هذه الآية، لكي هم هو قلنا اهبطوا منها جميعا. غادي نهبطوا، غادي يبدأ سيدنا آدم بالأعمال التي سيقوم بها كل البشر من بعده، سيجتهد في كسب معاشه، يجتهد في إعداد لمعاده للآخرة، يجتهد في الجمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة كذا إلى آخره. هذا الشيء كله كيف يستقبل هذا الموسم العظيم اللي هو الحياة الدنيا؟ باش استقبلوا سيدنا آدم، استقبلوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذا كيف نستقبل موسم الطاعات؟ نستقبل موسم الطاعات بالتوبة إلى الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في الحالتين بجوج، سير عن سيد ربي، بغيتي المغفرة والرحمة سير عن سيد ربي وأنت تائب منكسر متواضع، خفتي من العذاب وبغيتي تهرب من العذاب الله عز وجل سير عن سيد ربي تائبا منكسرا متواضعا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، سورة التحريم، وهذا آخر نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان.
نداءات الإيمان في القرآن الكريم 89 نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هذا أول نداء. كيبقاو غادي النداءات، يلا 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 يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، تكتوصل لآخر نداء، نداء رقم 89، إن هو يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.